أين الأولى كان إشراق الجمال إشراق ناصية الأجام بالزهر جعل الزمان عليهم فتسأل أكو لكل سائل جواب ها؟ أي سؤال عن لسانك أين الأولى كان إشراق الزمان بهم إشراق ناصية الأكام أنا أقرأ عن لسانك مو عن لساني أنا كلنا إحنا الشعبية ملتزمين كلنا موقفنا موقف معزين المعزى رسول الله نعم المعزى فاطمة المعزى أهل البيت سلام الله عليهم كلنا موقفنا موقف تعزية إذا ما تساعد وياي تعرف الليلة شنو هي؟ تعرف ها؟ ها؟ تعرف ها؟ بعد ما يحتاج أنا أعرفك بالليلة أن تعرف مني بها تحدثك نفسك نفسك تحدثك ما اجيت من ناس من بيتك ما حد بقي بالبيت هاي الليلة أخرجت الحرائر من خدرها هاي الليلة أخرجت المصونات عن سجالها الليلة ما حد ظل ببيوتكم يا مسلمين يا مؤمنين توجهوا شوية ها ما حد ظل بالبيوت الكل بالمعاتم شاسوعها وعاشوراء ما ليلة مرت على أهل البيت أعظم منها ها من غير توجه ما يفيد أجي أجلس بالحسينية ما يخالف لكل جالس ثواب لكل قاصد ثواب لكل متحرك ثواب ها من رفع علما من سقى عبكانا ها كل في ثواب اهل البيت سلام الله عليهم سلام هذا هاي الموقف اللي انت تدور فينا هذا في بعض البلدان يستاجرون هذا اللي يصب القهوه يستاجرهم بعض البلدان من موالي لاهل البيت يستاجرها يقول تعالوا اجروني اصب القهوه اخذوا مني 500 رقية على صب القهوة بناءك انت شوف عزة الحسين يقول اخذوا مني فلوس خلوني بس اقوم بالخدمة حتى يسجلني الحسين خادم ملي ناصر الدين شاه احد الملوك القاجاريين ياخذ العطا من سيشوان ياخذ العصا من الكشوان ويقعد عند باب الكشوانيه في كربلاء ويقول للكشوان انت بتاجك وصولجانك وقوتك وامكانياتك وملوكيتك وزعامتك تجلس مجلسي قال نعم حتى اخذ الاحذيه احذيه الزوار حتى يسجلوا للحسين خادما في حضرته وين دول اللي يقدرون هالمجالس يقدرون هالاماكن يقدرون ها تبناها في الجنان ها لما اجى راد يزور الحسين قال شوفوا لي منشد خليه ينشد لي منشد راح حول ابو الحرب ماكو شيخ محسن رحمه الله ذاك ابو الحرب الكبير صاحب القصائد المشهوره من جملتها يقول قصائد المشهوره احنا نقراها دائما شيخ محسن ابو الحب رحمه الله جد شيخ محسن اللي لحقتون عليه جد يقول لا ارى كربلاء يسكنها اليوم يعني من جملة قصائد المحفظها لا ارى كربلاء يسكنها اليوم سوى من يرى السرور محالا سميت كربلاء كي لا يروم الكرب منها الى سواها انتقالا
فاتخذها للحزن دارا والا فارتحل. لا كفيت ذا عن عباله. هو شيخ محسن بناها بس كربلاء هناك، ما يجي يشوف كربلاء في البحرين. كربلاء شو نائما موجودة كربلاء. هاي الليلة وما بعدها من الليال عندما حوصر اهل البيت ما حد ظل بالبيوت، كلهم ملعوا. بل من الليلة حوصر اهل البيت، من الليلة من الليلة منعوا عليهم والبعض. الرواية عن سكينة سلام الله عليها، لقد كنا يحصل عندنا الماء من خيمة إلى خيمة إلى الليلة التاسعة من المحرم. فلما كانت الليلة التاسعة من المحرم كنا نحتسي الجرعة القليلة من الماء. جرعة يقول ندور الجرعة، سكينة فاطمة بنت الحسين تقول ندور الجرعة من الماء فلا نحصل عليها في خيم الأنصار. كان تسمع الحسين اختفيت، ها؟ جت العاشرة مسمن، رواية تقول كان سمع عند الحسين ما ليلة العاشرة، تدري منو جايبه؟ جايب علي الأكبر. بل ليش أصبح يوم التاسع إليه؟ ليش أصبح يوم التاسع لعلي الأكبر مخصص إليه يوم التاسع؟ لأنه جاء بالماء، هو الذي أتى بالماء للحسين وللأنصار. نعم، واغتسلوا ويتباشرون في تلك الليلة، جاء لهم بالماء في اليوم التاسع عند المساء. أصبح اليوم يومه، ترى هاي الليلة وباكر أول قتيل. ها تقرأ بالزيارة لو ما تقرأ، أقرأ لك كلمتين حتى لا تروح، لا تقول أنا ما حربت إلى مصرعه أو إلى مكانته. إحنا منا وصوتنا يبلغ منا. ها كلمتين وياك، ها ضم صوتك ويا صوتي. السلام عليك. هي الزيارة المعلقة، ها الزيارة المعلقة على قبره. ها السلام عليك. مثل نفسك، ها واقف هناك، ترى هذا الصوت راح يبلغ، وحق الحسين يبلغ، واعتقاد ناس الحسين يبلغ. صوتي وصوتك مضموم الى صوتك. ها السلام عليك يا اول قتيل من نسل خير سليل من سلالة ابراهيم الخليل. ابراهيم الخليل السلام عليك يا من وقف الحسين على مسرعه وقال كلمة لم يقلها من قبل على الدنيا. بعدك العطاء بني قتلوه. على رأسها منادية وولدا
طرح العزيز على العار وقال أخي أتخرجين وأنا حي موجود؟ قالت يا أبا عبد الله لا تلمني، لقد سمعتك تنادي على الدنيا. يا أهل الخيم جاكم عليكم الجوف على صدر جنازته. ارحم يا ويلي من الخيم عما تجاف وعلي مرمي ويجر والناس. يا كوكب
لأن أهل البيت سلام الله عليهم ابعد بابا اللي قاعد على الباب خليه مكان أكو لأن أهل البيت سلام الله عليهم لم يبينوا الوجهة منها لم يبينوا الوجهة منها وأنا لست بصدد الآيات الآن التي إلى الآن ما فسروها المفسرون موجودة من أراد الاطلاع عليها وإذا وجدوا آية مبسطة شرحوا فيها شرحا وافيا وتركوا الآيات الأخرى لأن القرآن نزل إلى ثلاث عقول يعني خاطب العقول الثلاثة يعني مراتب العقول الثلاثة يخاطبهم القرآن هذا القرآن مو نازل إلى عقلي أنا يخاطب عقلي بس لا أنا وين وصلت بالتفكير والعقل وصلت إلى مرحلة دنيا بل يعني واطئة فيخاطبني الخطاب ويخاطب اللي وصلوا مرحلة من العقل أعلى بخطاب ويخاطب الذي وصلوا إلى المرحلة العليا بخطاب يعني مراتب القرآن ما جاء لطبقة دون طبقة ولا لفئة دون فئة ولا جاء لأمة دون لجماعة دون أخرى جاء للمجموع من حيث المجموع يخاطب الإنسانية كلها شرقيها وغربيها أبيضها وأسودها قريبها وبعيدها قاسيها ودانيها يخاطب الجميع ويخاطب نحن شوية نقول احنا اليوم في حركة تقدم احنا نسميها أنفسنا اليوم في عالم التقدم في عالم الثقافة وحصلنا على شهادات وترقينا وباكر نصير بعد نحصل على شهادات عالية ونسمونا دكتورة ونسمون بعضنا بروفيسور دكتور وانتي هذه الشهادة العليا اللي أكبر من دكتورة بروفيسور من بروفيسور أنا ما أعرفها أقول أنت وانتي مع هذا كله هو يخاطب ذاك أبو ذيك العقلية ويخاطب اللي يجون من بعدهم اللي هم أرقى من هذه العقلية بعد لأن القرآن مو قضية لظرف دون ظرف ولا لدور دون دور الآن هاي الآية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال يخاطب بها منه يخاطب بها جماعات عديدة من البشر من الناس يقولهم يلا عندكم تفسير هاي الآية الأمانة وش معناها يجون أهل البيت سلام الله عليهم يفسرها الإمام الصادق بتفسير يفسرها الإمام الباقر بتفسير يفسرها الإمام الرضا بتفسير سلام الله عليهم يفسرها الإمام العلي الهادي عليه السلام علي الهادي بتفسير يقول تعال هي اختلفت التفاسير شلون هذا ما دام كل واحد يقول التفسير أيهما الصحيح كلها صحيح منو شنو يقول أيهما الصحيح أي التفاسير صحيح كلها صحيحة لا كلها صحيحة لأن الإمام الصادق يقول إن الأمانة هي الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله عندما حضر وقت تأدية الصلاة وكان مع نسائه جالس يحدثهم وإذا به قد له الدليل وإذا به قد اصفر لونه وارتعدت فرائصه قيل له يا رسول الله نراك قد اصفر لونك ابتعدت فرائصك وأنت تحدثنا كيف وقد تغير لونك قال لا تلوموني ولا تكلموني في هذه اللحظة فقد وصل الوقت الذي حضرت فيه تأدية أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين منها وأشفقن من حملها وحملها الإنسان قالوا له يا رسول الله وما الأمانة قال الأمانة هي الصلاة
بل الأمانة التي عرضها هي الصلاة في أعناقنا، كون نحافظ عليها ونأديها بوقتها في الوقت المحدد إلها، لنشتغل عنها أسرار الدنيا. إلا إذا كان شغلا مهما يستوجب التأخير، وإلا مو عني أتركها أو أأخرها لأجل بعض العلماء يذهب إلى وجوبها في أول وقتها، يقول مضيقة هي، يقول مو موسعة. بعض العلماء يذهب إلى الوجوب في أول الوقت، يقول إذا سمعت النداء فتأهب للقيام، لأن الآية تقول فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني تأهبوا وتقربوا بالعبادة وقوموا للعبادة وأدوها. لا يشغلكم عنها شاغل، وهي الأمانة. شوف أهل البيت سلام الله عليهم إذا أرادوا يحيون ميت يخلونها قدامهم وسيلة، يريدون مهمة كبيرة من المهمات اللي ما حد يقدر عليها وكل الناس تعجز عن الإتيان بها، يجعلون وسيلتهم شنو؟ الصلاة. جلال مولانا سيدنا إمامنا هذا قطعويجة، هذا قطعويجة ويريدك تركبها، قال صبروا، تريدون أن نركبها كمعجز؟ صبروا شوية، آتوني بوضوعي، جيبوا وضوعي، جيبوا وضوعي، جيبوا له وضوعا، يصلي ثم يدعو الله بعد الصلاة وإذا بها قد حالت. يجعل الوسيلة إلى الله العبادة، لو كان هناك عبادة قوية لها أثر أقوى من هالعبادة إنسان جاهز، إنسان بس رفع إيده وقال حضروا بس أنا أرفع إيدي والآن، لكن يعلم الناس يقولهم شوفوا أنا باستطاعتي أن أسأل الله سبحانه، باستطاعتي أن أسأل الله سبحانه. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يقول في استطاعتي أن أسأل الله سبحانه أن يعيد هذا الشيء ويركب هذا الشيء، ولكن أعلمكم إذا أردتم الاستعانة فاستعينوا بها فإنها من أقوى الأسباب لمهماتكم. وين هذه الآية اللي تقول هالشكل؟ قال اقرأ القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الصلاة الكبيرة، شوف الحسين سلام الله عليه في أحرج موقفها، أحرج موقف من ذاك الموقف الذي وقفه الحسين ماكو، مع ذلك ما تركها. نعم أداها تحت السيوف، أداها تحت الرمال. نقول له وأمير المؤمنين قبله أداها بين الصفين، والسهام والنفال تمر عليه وتاليها احنا نتركها لأقل الأسباب، بل لأقل الأسباب نتركها. يقول له هذه الصلاة زين، هذه الأمانة أحطناها بما ينبغي لها، شلون إحاطتها؟ يعني هذه الأمانة المطلوب من أدنى رعايتها والعناية بها، تعلمناها مثل ما بينت البارحة. يقول إذا وجهنا إلى الحج بنتعلم الصلاة، مثل ما ذكرت البارحة، تعال شوف هذه القراءات المختلفة للصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، قل هو الله. يقول له تعال تعلم الصلاة لأنها صلتك بين الله وبين نفسك، معراج المؤمن. لا يقبل لك عمل غدا، أول ما يفتشون، أول ما يفتحون، يفتحون الصلاة، دفتر الصلاة يشوفون، يشوفون، سمعتوا
صلى صلاة واحدة بخشوع وخضوع وانقطاع. لا، الصلوات اللي صلاها كلها صلاة ذكر فيها مفاتيح الصندوق. قال الله تعال أنا ترنسيه المفاتيح. هذا عندما يكبر الله أكبر نشوفه الصلاة معروضة هي مسجلة ومسجلة مسجلة. صلاة فلان جيبوها نشوفها، صلاة فلان جيبوها نشوفها، صلاة فلان جيبوها نشوفها. شو مذكور فيها؟ وإذا صلاة فيها مكتوب احنا اشترينا البضاعة الفلانية ومن يكبر الله أكبر جاي الشيطان قال نشوف البضاعة الفلانية حد سعرها من الحين كان بتكسر بها رغبة الفقراء. يلا ها إذا هي مشترينها أنت بعشر حط عليها مقدار 20 ربيتين. قال لا ربيتين ما تفي بحط عليها 4. وإذا صلات من أول إلى آخرها من الله أكبر إلى السلام عليكم كلها أعمال تجارية. نعم. وإذا مالك في الصلاة أبدا مو هذا الشيطان يدور هالمكان بل يقول لك يقول واحد أنا صاحبك للشيطان وأثبت أنه يذكرني أعمالي كلها في وقت الصلاة ما يجي لذاك الوقت كل شيء اللي أنساه تخلي الآن جرب 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 لين تجربة تسوي واحد يقول أنا الآن بختني في مكان أختني في مكان وحدي وأصلي صلاة مضبوطة ما يتصرف عليها إلا أي شيء. جرب نفسك إذا رحت بيتكم جزاك الله خير أيها المؤمن جرب شوف بس تقول الله أكبر جاي يقول إن أعظم شيء عندي أن أرى الرجل ساجدا لله بس من يشوف السجود بس من يشوف الساجد لله من أعظم الأشياء وأفضعها وأكبرها عليه إذا رأى ساجدا لله لأنه طرد بواسطة السجود هو جحر بواسطة السجود. إمام يصلي جماعة وإذا واحد جاء يصلي أثناء الصلاة وإذا هو يكبر يأذن وبأثناء الصلاة وهو قيام يصلي جماعة وإذا يأذن قالوا له معنى تأذن؟ قال الله يسلمكم أنا دخلت إلى مسجدكم أصلي وياكم وشفت المسجد ما في منارة ما في منارة وجيت ودخلت إلى المسجد وصليت وياكم الصلاة وانا من قلت الله اكبر قلت انا بتبرع بالمنارة هذا في نفسي بتبرع بالمنارة وتبرعت بالفلوس وجابوا الحجارة وجبت البناي وجبت المهندس وجبت كل شيء ولما كملت قلت بأذن فيها اذان لاني انا اللي بادئ اول ما اذن فيها انا وترى انتم تصلون وانا ابنيها وفررت وقمت وقفت وأذنت فيها حتى أعلن على أني أول من بناها فهو الذي يؤذن فيها. إن عجيب عجل أنت هالمدة ابني. قال لي والله في الصلاة أبني. وإذا هو في أثناء الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. وكثير من الناس ذاك ما يحسون أنفسهم بمجرد أن يكبر رأسه. يقول الشاعر تصلي بلا علم شاعر يقول تصلي بلا علم صلاة بدونها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره قلبا بغير ضرورة ولو رجمنا جيش للغير طرفه تقطع من غير عليك وحسرتي. يقول انت واقف أمام الحق وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وإذا أنت موجه بس وجه الجسد شا وين وجه القلب وين راح القلب؟ قال القلب راح مشى. نعم دخل رسول الله
صلى الله عليه وآله على سحب وهو يصلي ويعبث في لحيته قال أصحابي لو خشع قلبه هذا المصلي لو خشع قلبه لخشعت جوارحه أي الجوارح حركتها وخشوعها تابع لخشوع القلب لكن القلب خاشع لو خشع قلبه زين من المصلين الذي يحتاطون يحتاطون واجد على صلواتهم يحتاطون يقول أنا بأتوضى وضوء نمرة واحد نعم وبصلي صلاة نمرة واحد زين انت المصلي خب عرفنا ذلك انت هذا التارك تارك تارك قسمين بعد التارك للصلاة قسمين قسم منهم يستتاب شريعة الشريعة الإسلامية قسم منهم يستتاب وقسم يقتل معنى معنى يقتل قال نعم هذا حكم الشرع الإسلامي هذا قسم منهم يستتاب وقسم يقتل شلون هذا يقتل قال القسم الذي يستتاب يقولوا له تعال تعال صلي قال ما عليه انا بصلي صبروا علي شوي بصلي انت ما تصلي قال انا المده ما اعرف ما حد علمني تعال الان يعلمونك وصلي يجي يصلي يجي يصلي ها لكنه في نفسه يقول لنفسه انا اصليها للضغط اصليها للضغط مثل واحد يعلمه ابوه يقول له تعال صلي يقول تدرون هذا الشيء يقول في النية؟ قلنا لا. قال هذا يقول في النية أصلي هذه الصلاة كفيان شربوا لي الله أكبر. هاي النية. يعني الله يكفيني من شر هذا اللي واقف بالعصا حاجبني من مكان لمكان تعصب وأنا أصلي خوفا منه مو خوفا من الله. فهذا يصلي بهالنية. هذا قسم منهم يصلي من ناحية الخوف ما يخالف هاي طريق لأن 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 التمرين شرعا واجب كم مرنوهم من السابعة مرنوهم من التاسعة حتى يصلون إلى الوقت الذي يصلون فيه لقلم التكليف وهم يعرفون صلاتهم صحيح لكن الكلام بالفرد الذي يقول لك أصلا ما شرعت الصلاة هذا مشكلة يجوك بعض الأفراد يستجيب بالله يقول لك هذه مو مشروعة بالمرة مي واجبة علينا هذا الشرع يقول هذاك يستتاب الأولين يقولون له إذا مدتوا ترها ترى هالمرة إلك مرة الثانية هم يلزمون يقولوا لها صلي يقول لا أصلي ما علي انتو روح أنا بصلي وهكذا حتى يستتاب للثلاث فإن تاب وصلى ترك وإلا في الثالثة الرابعة يقتل أما هذا الأول لا هذا الأول مستحيل يقول أصلا ما شرعت الصلاة بالمرة هذا يقتل لأول يوم مرة واحدة لأول مرة يقولها شرعا لأنه استحل ما هو فارق بين الإيمان والكفر حد الفاصل بين الإيمان والكفر الصلاة القسم الثاني اللي يقول لك أرتحتاط لصلاتي وأقوم بصلاة نمرة واحد شلون أنت تقوم بالصلاة نمرة واحد قال نعم أنا أحافظ على وضوئي تماما وأحافظ على صلاتي تماما هذا بعد يجيه إبليس من زاوية ثانية يقول له شوف هذا البريق اللي بتمسح به هذا ما يكفيك هذا البريق اللي بتغسل به هذا ما يكفيك لو وضوءك ولا لغسلك هذا متدين يجي له الشيطان من هذا الباب يقول له انت يحتاج لك بريقين يقوم يجيب بريق ثاني ويا هذا البريق ويتوضا بعد الناس تغسل غسله واحده ويغسل اربع غسلات
تالي يقول لك الشيطان لا شنو 4 غسلات اغسل 5 غسلات 10 غسلات فيقوم يغسل رايح يكرب فيها الوجه دائما يصب الماء ويكرب يغسلون الناس اليد غسلة واحدة في الوضوء ها غسلة واحدة هو يغسلها 4-5 مرات كل يقول للشيطان انت بعدك ما طهرت يجي للصلاة يقول ها الله أكبر الله أكبر الله في السنية وإذا يقوم له بالتكبيرة ب70 تكبيرة والفاتحة بعد يقراها 50 مرة والصلاة يرددها 20 مرة حتى بلغ من أمرهم أنهم يموتون وليست لهم صلاة فلا ذاك التارك ولا هذا الوسواس هذا الوسوسة الوسوسة من الشيطان واحد كان يصلي ويانا مدة وإذا صلى في عالي مثلا صلى جماعة في عالي ويانا صلاة جماعة كان وين يروح إلى بيتهم يقول الله أعيد صلاة عالي الله أكبر بل أعيد صلاة بوري يصليها بوري الله أكبر أعيد صلاة العين اللي صليتها في العين بل ما تجوز لهذه الصلاة اللي صلاها أنا ولا تجوز للصلوات اللي صلاها أنا ويخلي ابنه قاعد يحسب عليه الركوع والسجود يقول له كم من ركعة ركعة كم من سجدة سجدت يقول له ابنه سجدت عدل ركعت عدل صلاتك عدل يقول روح انت مو حساب انت وهكذا حتى يصلي ما جاء من الصلوات في ظنه انه ما صلى صلاة صحيحة الى ان يلقى الله ولا صلى صلاة صحيحة هذا شيء يسموه بعرفنا اليوم يسمونه الهوسي يعني الوسواسي لا ذاك التارك للصلاة ولا هذا اثنين هم ما صلوا لا تقبل لهم صلاة بعد من هو اللي ما تقبل صلاته بعد واحد الثالث هو الفرد الذي يصلي في البيت كنقر الغراب لكن إذا راح إلى المسجد وشاف له 5 نفرات يصلون قال سبحان ربي العظيم طولها يعني اسمعوا ترى أنا من اللي يطولون في الصلاة يلا سجلوا لي صلاة في أنفسكم حتى تعرفون كيفية الصلاة هذا بعد سجل وياهم هذا أيضا لا صلاة له لأنه ورد في الحديث أن الشرك 3 شرك خفي شرك ظاهر وشرك خفي وشرك أخفى الشرك الظاهر هي عبادة الأوثان الشرك الخفي هي الرياء يصلي كي يراه الناس أنه مطيلا للركوع والسجود كي يراه الناس انه مصليا وقف على باقي الاعمال التي يعملها ايضا كلها تفتح هباء وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ثاني يوم القيامه واذا هذا ايضا ما الى الصلاه انا يا رب صليت وطولت الركوع والسجود حتى في الليل اصلي البيت. إذا خلوت بنفسي أصلي صلاة الليل. قال لكنك تريد بذلك أن تسمع جيرانك. لو بقاعدين جماعة في مكان يذاكرون الصلاة والعبادة وإن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا وناس يقولون ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يعني في صلاة الليل هاي الآيات الواردة في صلاة الليل اللي هو يقول هم الناس من الزاوية قاعد وياهم اللي هو يقول يا جماعة ترى صلاة الليل تعطش يعني إذا ما تدرون ادروا ترى أنا في الليل أصلي أمير المؤمنين علي سلام الله عليه
يأتي إليه السائل على درج المسجد وهو يريد البيت، يقول له: يا علي أسألك عن مسألة. قال: سل. قال: كم صلاة الليل؟ قال علي عليه السلام: سل من يصليها. روح 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 اسأل اللي يصليها. سبحان الله، علي بن أبي طالب ما يريد يجاوبني بهذا السؤال، يحولني على سلمان، وقال سلمان يقول اسأل من، وأشار إلى الصحابة اللي قاعدين، قال سل من يصليها، وأشار إلى مجموعة ناس. ليش علي بن أبي طالب يشير إلى هالمجموعة؟ يريد يهذب أخلاق الناس، يعلمهم، يقول لهم: تعالوا أنتم، مو من تسوون المعروف أو تأدون لله، فعملكم تطبلون وتزمرون وراء هذا العمل. وأكو جماعات أيضا قرنهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هاي كل الأعمال تروح للدنيا، تبقى بالدنيا، من يوديها الآخرة؟ من يخليها جسر؟ تصلح أن تكون جسر، هي قوية، جيب أشياء قوية مسلحة حتى توصلك هنا. أما هذه الأشياء كلها منهارة. إذا كانت الصلاة بهذه الصفة يلفونها ويطونها كما يطون الثوب، ثم يضربون بها وجه صاحبها. سيأتي يوم القيامة أناس يزكون ويصلون ويقومون وهنا من الليل. يعني حتى بالليل هم الناس نايمة وهم يصلون. فإذا جيء بهم ينادى بهم إلى النار، فقام له أحدهم قائلا: يا رسول الله، قلت أنهم يصلون ويزكون ويقومون وهنا من الليل. قال: نعم، ولكنهم إذا لاح لهم ظمع من الدنيا وثبوا عليه. كلهم يصلون لكن صلاتهم جعلها عادة مو عبادة. نعين الضعفاء جزاكم الله خير الجزاء، الفقراء كما حكى الله عنهم في كتابه الكريم، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. حكاية عن عيسى عليه السلام: وأوصاني الصلاة والزكاة ما دمت حيا برا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. يأتون يوم القيامة الذين لم يركعوا لله ركعة في الدنيا، فإذا قفوا في المجمع العام يأتي النداء من قبل الله: يا من وقف في هذا المحشر اسجدوا لله واركعوا.
اركعوا لله واسجدوا. فمن كان يصلي في الدنيا يستطيع الركوع والسجود، ومن لم يصلي في الدنيا لا يستطيع الركوع والسجود. وهي قوله سبحانه يوم يدعون إلى السجود فلا يأتي الأمر إليهم، وإذا بهم يعثرون وجوههم على الأرض. متعودين التعثير، ها دائما، ها وأبدا يعثرون خدودهم، يعثرون وجوههم، يسجدون دولهم معودين، ما تعودوا. لذلك ينظرون إلى أقدامهم، ينظرون إلى ركبهم، ينظرون إلى ثيقانهم، يقولون ما بقى الزيزانة شو الزيزانة مثل زيزانهم، مثل أبدهم. ليش هم يسجدون للكعب وإحنا ما نسجدون للكعب؟ هناك يوم الأزهار، يوم لا ينفع فيه مال ولذلك إذا عزف أقرب ما يوصفون به، يوصفون بالعبادة. ماكو وقت يوصف في أهل البيت سلام الله عليهم أقوى من العبادة. شوف تضرب المثل فيها.